اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم عبد الرحمن الحلو، رئيس اكاديميه الماليه التشاركيه، وذلك لتسليط الضوء حول مستجدات التامين التكافلي بعد نشر هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي اكابس منشور يهم تطبيق احكام القانون المتعلق بمدونه التامينات على مستوى التامين التكافلي. اهلا وسهلا استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا، شكرا على استضافتكم. مرحبا استاذ عبد الرحمن الحلو. بدايه نعرفوا بالاكاديميه ديال الماليه التشاركيه والدوافع التاسيس ديالها. نعم، اكاديميه الماليه التشاركيه هي جمعيه خاضعه للقانون المغربي ذات هدف غير ربحي، اسست 2017 من طرف مجموعه من الفاعلين في الاقتصاد والماليه التشاركيه كلهم مغاربه، ومقرها الدار البيضاء، وهي تعنى بالتوعية والتعريف والتثقيف المالي لمجموعة من الفئات الاجتماعية ومن الفاعلين الاقتصاديين، لأن الدافع لإنشائها هو أنه ابتداء من 2016-2017 تسارعت وتيرة الاهتمام بالمالية التشاركية من خلال إنشاء البنوك أولاً، ومن خلال اهتمام الناس بها لأنه كانت منتظرة منذ أكثر من 30 سنة. ولكن الوعي بماهية المالية التشاركية وخاصة البنوك التشاركية كان ضعيف، فلذلك احنا اتخذنا واحد المجموعة ديال الوسائل، منها ندوات ومحاضرات وربورتاجات ومشاركة في برامج مثل هذا ديال اليوم ونشرات وكذلك معارض موجهة للفئات كلها، منهم الطلبة في الجامعات، منهم التجار والصناع، أرباب المقاولات، العاملين في القطاعات المالية من مصاريف وبورصة وتأمين، وعموم المواطنين. الحمد لله لاقت صدى طيبا، وأنشطتها يعني يحضرها الكثير من المهتمين، وهي تصاحب جهود الدولة في التثقيف والتعريف بهدف أساسي وهو الإدماج المالي. يعني جلب أكبر عدد ممكن من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين الذين لا زالوا خارج الدورة الاقتصادية، جلبهم إلى المحيط الاقتصادي حيث يعني يصبحون أعضاء نشطين وفعالين ومهيكلين. نعم. أستاذ عبد الرحمن، شنو هو الفرق ما بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي؟ نعم، التأمين التقليدي نبداو به، راه معروف عند الناس كاملين، هو كتجي شركات تجارية مملوكة لأصحابها وكتطرح واحد العقد باتفاق مع الدولة، وهذا العقد كتطرحه على المؤمنين لهم أو المؤمنين. بموجب هذا العقد المؤمن له كيدفع قسط، وإذا حدث تحقق هذاك المخاطر اللي هو مؤمن ضدها، حادثة سير أو حريق أو أي شيء، شركة التأمين كتدفع له تعويض حسب يعني معايير معينة على ذاك الضرر، وكيحصل فائض للشركة لأنه الأقساط اللي كتاخذها كتكون دائما فايتة الأضرار والمبالغ المالية اللي كتدفعها، فضلا على أنها كتوظف ذاك الأموال اللي عندها كاملة في سوق الرساميل وفي عدة جهات. هاد الشيء، هاد التوظيفات كيردوا لها فوائد تقنية وفوائد مالية. ذلك الفوائد التقنية والمالية كترجع للشركة لأنها ملك ديالها. في التأمين التكافلي لما كنجيو نشوفوا الشروط الشرعية، إذا خدينا عقد تجاري من هذا النوع لا يستقيم، لأنه كاين جوج ديال الشروط ما كتوفرش فيه، يعني انعدام الجهالة وانعدام الغرر. الجهالة هو أنه يكون الطرف المقابل ديال الثمن اللي دفعت ما معروفش، وهو كذلك في التأمين بحال اللي قلت لكم، ملي كتدفع القس ديال ألف ما عرفتيش راسك واش تاخذ 10000 ولا 5000 ولا 20000 ملي غادي يوقع الضرر. والجانب الثاني اللي هو الغرار، يمكن يوقع يمكن ما يوقعش هذاك الحدث، يمكن ندفع الاقساط ديالي 20 عام في حياتي عمر ما كناخذ شي تعويض على الضرر، اذا الطرف المقابل او مقابل الثمن ما موضحش. ملي كيكون عقد تجاري هذا لا يسمح به في الشريعه، اذا شنو غادي نديروا؟ اما غادي نتخلاو على التامين نهائيا، وما يمكنش اقتصاد في عصري في اليوم يتمشى بلا تأمين، أو غادي نلقاو بديل، والبديل كاين، البديل كيتلقى في الفقه، لقاوه
في عقد التبرع المشروط بتغطية الضرر. وفي بعض المذاهب الفقهية تكلموا على عقد النهاد اللي هو وضع واحد المجموعة ديال المبالغ أو أقساط بصفة مشتركة، وفي حالة وقوع الضرر داك المجموعة اللي كتكون كونات الأقساط الأولى كي تساهم في تغطية الضرر لمن حصله ذلك الضرر. خلينا دابا في الشيء اللي اعتمدوا المجلس العلمي الأعلى وهو عقد التبرع، هو اللي كاين دابا في القانون، ما كيبقاش المشكل ديال الغرر والجهلة، جائز يعني الغرر والجهلة محتمل. فإذا شركة التأمين التكافلي كتشتغل بعقد التبرع، شنو هي العواقب ديال هذا التبرع؟ هو أنه المؤمنين لهم هذوك الفلوس الأقساط اللي كيوضعوها في الصندوق، وهذا هو التسمية اللي كاينة في القانون، هي ملك ديالهم. نعم. الشركة ديال التأمين شنو دورها؟ تسير بموجب عقد وكالة تسير ذلك الصندوق. أما ذاك الصندوق الفوائد ديالو كيرجعوا للمؤمنين لهم، تصوروا الفرق. نعم. أنت دابا كتدفع أقساط، وإذا كان العدد ديال المؤمنين لهم كثير ولم تحدث أضرار كبيرة وبقى فائض محترم، والشركة اللي كتسير هذاك الصندوق وضفات الأموال ديالها بصفة عامة بشكل جيد، ذاك الفوائد ما كترجعش لأرباب الشركة، كترجع للمؤمن لهم. الشركة كتأخذ فقط عمولة على ذاك الواجب ديال الوكالة، للأجر ديال الوكالة اللي بموجبها تسير صندوق. وكاين فصل تام ما بين صندوق ديال المؤمنين وما بين حسابات المالية ديال الشركة. نعم. ومع نشر هيئة ديال أكابس للمرسوم تطبيق التأمين التكافلي، يعني لاحظنا كاين واحد التسارع في استكمال ترسانة القانون ديال التأمين التكافلي. نعم. التعريق ديالكم على هذا القرار أستاذ الحلو، وكيفاش غتساهم في مواكبة الطفرة ديال التمويلات التشاركية اللي كتحتاج التأمين؟ نعم. هو فعلا كان هذه الترسانة القانونية منتظرة من زمان، منتظرة يعني من اللي بدأوا البنوك التشاركية، لأنه المشرع قرن منح التمويلات للزبناء في البنوك بوجود تأمين تكافلي مطابق للشريعة، اللي من خلاله المستفيد من التمويل ديال البنكة يغطي به المخاطر ديال الوفاة أو ديال العجز أو ديال الأضرار اللي غادي تصيب ذاك السكن. البنوك خدات قرار انها تحمل هي ديك المخاطر، ولطف الله من هذه 4 سنين الاضرار اللي وقعت بسيطه جدا. نعم. مزيان، ولكن البنوك تحملت هي ذاك المخاطر بدون تامين. نعم. وشرطت على الزبناء اللي خداو تمويلات من عندها باش بمجرد ما يكون متوفر في السوق عقد تامين تكافلي يلتزموا باش يوقعوا عقد ديال التامين باش يغطيوا به المخاطر الناجمة، وهو الذي غادي يوقع الآن. نعم. المدة كانت متوقعة أنها تكون سنة أو سنتين، أصبحت 4 سنين. دابا الآن هذا هو السبب علاش تسارعت الوتيرة ديال. نعم. لأنه كانت جهود كبيرة من طرف كل الفاعلين، المجلس العلمي الأعلى ولا كابس ووزارة المالية، حتى صدروا هذا القانون المعدل اللي صدر في 2016، ثم صدرت مناشير ديال لا كابس، ثم اصدر المرسوم من عند الوزاره اللي كيوضح ديال يعني الطرق والاساليب والمبالغ اللي خصها تحدد، وقبل منه كان صدر يعني القرار، بعد منه صدر القرار الوزاري. دابا الان فعلا ترسانه نقولوا كامله باش الشركات التي ترغب في وضع طلب ترخيص يمكن لها توضع دابا الترخيص ديالها. نعم. كيبقاو المراحل الاخرى، هي يتدرس داك طلب الترخيص من طرف لجنة تقنية، وتطلب من داك الشركات الراغبة معلومات إضافية، ويتعالج داك الشيء في واحد لجنة المراقبة، وعاد يجتمع المجلس ديال الأكابس باش يعطي ترخيصات للشركات اللي غادي تقدر تمارس التأمين التكافلي لفائدة الزبناء. نعم. أستاذ عبد الرحمن الحلو، شحال كتوقعوا انطلاقة أولية ديال مقاولة التأمين التكافلي؟ الآن الخبراء كلهم مجمعين على أنها يمكن تكون في يعني الربع الأول من السنة القادمة 2022. هذا الكلام غالبا المواطنين المستمعين سمعوا عدة مرات في 2016 و17 و18، كل عام كنقولوا هذا العام، ولكن في ذاك الوقت كانت شي حاجة ما صدرت، كان القانون فقط وكان منتظر هذه الترسانة تصدر. الآن راها مكتملة، الآن نحن على قاب قوسين أو أدنى من وضع الطلب التراخيص ومنح التراخيص،
والقوانين يعني كت القانون يعني كي كي كيحدد شنو هي الاجل. فلذلك بناء على هذا الشيء كله كان كيتوقع كل شيء، وكنتوقع انه يكون في بدايه 2022. نعم نعم وصلح له يعني مع انطلاق التامين التكافلي نتوقع ربما غادي تكون منتجات تمويلات تشاركيه اخرى تعزز سوق التمويلات التشاركيه. اولا ملي غادي ينطلق التامين التكافلي عنده واحد السوق مضبوطه ويعني معلمه، وهي سوق ديال زبناء البنوك التشاركيه اللي خداو تمويلات وما عندهمش تامين. نعم خصهم فورا يوقعوا عقود تامينات. هذو كيتقدروا ب 30 الى 40 الف ملف ديال تمويل تشاركي لدى البنوك. هذا هو السوق ديال الشركات الاولي. نعم. والمتوقع من بعد هو انه البنوك غادي تسرع في الوتيره ديال منح تمويلات جديده، لانه قبل التامين كانوا كيخافوا. نعم. ماشي كيخافوا البنك، ما كتخافش البنك كتحتاط في 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 شروط منح التمويل لزبون ما في اللجنه ديال القرض اللي كتجتمع، كيبقاو يدرسوا مزيان وكيشوفوا شنو هما اللي كيكون التامين كيكون حافز اضافي باش تسرع الوتيره ديال منح التمويلات. الزبناء بنفسهم غادي يقبلوا يقبلون سوف يقبلون على التمويلات التشاركيه لدى البنوك بصفه اكبر لانه عندهم تامين. هذه السوق الاوليه اللي كيعتمدوا عليها. وكاين سوق اوسع منها بكثير وهي سوق المواطنين. شركه انفاس والسي عبد الله وفلان الفلاني والعبد الفقير. غادي نبداو نمشيو لشركه التامين من خلال الوسطاء ديال التامين ونوقعوا عقود باش نغطيو المخاطر على المنازل ديالنا، على السيارات ديالنا، وربما على سميتو العجز والحياه لفائده المستفيدين يعني اصحاب الحقوق. وهذه تشكل سوق كبيره جدا، ولكن خصها جهد كبير ديال التوعيه، وهذا الشيء اللي كتشتغل عليه الاكاديميه ديال لاباف. التوعيه بانه التامين راه جزء وعمود من الاعمده ديال النشاط الاقتصادي، وعمود من الاعمده ديال الراحه وديال الرفاه في الحياه ديال المواطنين. ما يمكنش واحد يستغنى عنه. اذا كان كيستغنى عنه بسبب انه ما كانش كيبغي يعني التامين اللي ما مطابقش للشريعه، هو الان دابا جات التامين المطابق للشريعه وما بقى حتى شي حرج وما بقى حتى شي سبب الانسان ما يامنش دارو، ما يامنش سيارته، ما يامنش على 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 وليدته. فهذه السوق اللي خص تجتهد عليها هاد الشركات من خلال وسطاء التامين لي زاجون لي كورتي، وفعلا هو مستقبل واعد. باش اذا فهمت السؤال ديالك مزيان، كيبقى بعض يعني الجوانب الاخرى ناقصه، خاصه في سوق الرساميل. نعم. سوق الرساميل كنا كننتظروا انه السكوك تحرك مزيان. نعم. للاسف. نعم. كان اصدار واحد، اصدار يعني ديال السكوك سياديه من طرف الدوله باش يخدم امكانيه يعني الاحتياطي ديال البنوك التشاركيه، ومن بعد ما تحركش، ما تداولش، لا يتداول الان في السوق ديال الرساميل، وما كانتش اصدارات اخرى لتوفير سيوله ولتوفير امكانيه تمويل للشركات. هذا كذلك منتظر، خصو يتحرك. وشركه التامين غتحتاجه، لانه فين غادي توظف الاموال ديالها؟ ما يمنع عليها حسب نص القانون وبحكم يعني سميتو الراي بالمطابقه للمجلس العلمي الاعلى باش توظف اموالها في السوق النقديه وتوظفها، ولا توظفها في السندات، ولا توظفها في الشركات، اي شركات عندها يعني واحد القنوات خاصه اللي يمكن توظف فيها داك الفوائد. وشركه التامين اذا ما وظفتش الفوائد راه ما كتربحش، وما كتربحش الصندوق اللي كتسير لفائده المؤمنين. فاذا خص هذه المنظومه تكتمل فعلا. نعم شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن الحلو على كل هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديدا.